تونس اكسبريس في الاصل كانت حلمه بدات بتفليكا انتر 3 بيرسون ثلاثه اصحاب منا بالفكره منا بالبروجي منا برواحنا بلي كومبيتونس نتاعنا كتوانسه On vient de fêter notre cinquième anniversaire. Nous sommes l'acte de 120 employés, salariés, chériques. Tunis Express, on joue des lieux dans 7 agences sur le territoire tunisien. On joue des Tunis Al-Asma avec l'agence, dans Sousa avec l'agence, Sfaqas, Gafsa, Midnin, Nebel ou Jandouba. لكن تونيز اكسبريس ليفري كامل تراب الجمهوريه ثم بلايص كان واحد باش يبعث منها كولي ولا باش يوصل له كولي بالنسبه لي هذا اوبستاكل كبير اليوم ولا اي واحد من دار وينجم يشري اي حاجه على الانترنت ونوصلوا تونيز اكسبريس تتكفل بالباقي اي سيرفيس تتصوروا في مخك نجم دو ليفريزون تونيز اكسبريس توفره بعد 5 سنين من نجاح تونيزي اكسبريس ولات تفركس على لا كاليتي هذاك علاش اخترنا تونيزي تيليكوم كوم بارتنير سوليد اللي هو وفر لنا دي سوليوشن كيما لي سي ار ام كيما لي زونريجسترمون تاع تليفونيك نتاع لي كومونيكاسيون ديليفرور وسي عطاتنا لا بوسيبيليتي دو فير تراسابيليتي اون طون ريال نتاع لي فيكول نتاعنا اترافير دي بيس داتا وسي عطاتنا لا فوا اي بي مكنتنا من ريدكسيون انورم في لي كوم تاع في لي كومونيكاسيون على خاطر سوستي كيما تونيز اكسبريس بازي اسونسيالمون على ديليفري يتكلموا في كم تراب الجمهوري لي كو سون تينور ثم حاجة أخرى امبورتونت وسي هي الفلوت موبيل اجوردي نتكلموا الناس كلها ما بين بعضنا غراتويتمون La flexibilité est Z, le réseau 4G, l'UM avec un tel réseau comme le réseau de Tunisie Télécom, Maratch, Khalfin, et nous faisons bien, nous sommes là, fait livraison, et nous avons fait une couverture, et par la suite, les clients internes, nous avons été en train de faire en temps réel. Z aussi, machine, nous avons fait le partenariat win-win, gagnant-gagnant avec Tunisie Télécom. عندنا دي بروجي قاعدين يتخدموا اللي هما لي بوان دو ريلي ان شاء الله لي زيسباس تي تي نتاع تونيزي تيليكوم باش يكونوا دي بوان دو ريلي بو لا ديستريبيسيون دي كوري بور تونيز اكسبريس في اكثر من 150 نقطه في كامل تراب الجمهوريه هذا كل وراء ان بارتنير سوليد تونيزي تيليكوم اللي هو عطانا ديما الثقه عطانا لي سوليسيون وعطانا الدعم المادي والمعنوي باش نجمنا نقدموا في خدمتنا